نأخذكم الآن في رحلة ونذهب سويا إلى محافظة مسندم الوادعة بين الجبال والتي تصافح هذه الشطآن الذهبية والفضية الناعمة. ومن هناك زميلنا عبد الرحمن الظهوري والحديث عن وضع حجر الأساس لمشروع تطوير جزيرة التلغراف. مسي عليك بالخير أخوي عبد الرحمن. أهلا ومرحبا بالزميل علي، المسي عليك وكذلك المسي على المشاهدين الكرام من محافظة مسندم. إذن ضعنا في تفاصيل هذا الاحتفال ووضع حجر الأساس لتطوير هذه الجزيرة ذات البعد التاريخي وأيضا البعد السياحي كذلك. الزميل علي، وكما هو معروف أن محافظة مسندم تشهد في هذه السنوات نموا في كافة القطاعات، ومن بين أهمها هو القطاع السياحي. القطاع السياحي الذي يعتبر من أهم مستهدفات الرؤية أو رؤية عمان 2040 في محافظة مسندم. لذا وجود مثل هذه المشاريع النوعية أصبح أمرا ضروريا، خصوصا أنك تستغل الموروث التاريخي والموروث الحضري الموجود في المحافظة وتسيره بالطريقة المناسبة للاستفادة منها سياحيا وفي غيرها من المجالات. اليوم شهدت المحافظة تدشين أو وضع حجر الأساس لجزيرة المقلب، أو كما كانت تسمى جزيرة المقلب، ولكن بعد المرور التاريخي وبعدما كان لها أهمية تاريخية في مجال الاتصالات أصبحت تسمى الآن بجزيرة التلغراف. سميت جزيرة التلغراف بناء على تاريخها في القرن 19 الذي كانت تعتبر محطة ربطت بين الشرق والغرب في مجال الاتصالات، وكانت شاهدة على تطور علم الاتصال، وكذلك تعتبر الوسيلة الرابطة بين بريطانيا والهند في ذلك الوقت. لذا هذه الأهمية التاريخية الكبيرة لهذه الجزيرة التي توسط أهم المعابر المائية وأهم المضائق الطبيعية وهو مضيق هرمز، كان لها دور محوري في ذلك الوقت في علم الاتصال. طبعا يأتي حجر الأساس أو تدشين حجر الأساس انطلاقا للاستثمار في هذه الجزيرة الرائعة والجميلة طبيعيا بمكوناتها الديمغرافية والطبيعية، وكذلك بموروثها التاريخي من آثار بقيت منذ تلك الأعوام إلى هذا العام تجسد الجمال الطبيعي الذي يوجد في هذه الجزيرة. طبعا من بين الأفكار اللامعة التي خرج بها التصور أو هذا التدشين هو وجود مباني حديثة ومباني عصرية في هذه الجزيرة، مثل مبنى متعدد الاستخدامات. هذا المبنى راح يكون له دور كبير في نقل الحضارة مسندم للزوار، وكذلك بأن يكون مستقبلا للزوار كما كان يعبر عن رسالة اتصال تذهب إلى العالم. الآن أصبح موقعا يجذب السياح من جميع الأماكن لهذا الموقع. طبعا ذكرت قاعة متعددة الاستخدامات، وهناك أيضا الكثير مثل المرفأ المائي وكذلك الممشى الجبلي وكذلك من المرافق والمطاعم والكافيهات، وكذلك هذه الأشياء التي تعزز للسياح تواجدهم واستمتاعهم في تلك اللحظات في تلك الجزيرة. طبعا وجود هذه المقومات والمرافق بكل تأكيد سيعزز من الحركة السياحية في الجزيرة، وهي حركة مستمرة وليست بالجديدة منذ السنوات الماضية، ولكن أصبح وجود مثل هذه المرافق أمر دافع للسياح للقدوم لمحافظة مسندم، وأن تكون ليس مجرد سياحة ترفيهية للاستمتاع بديمغرافية الجزيرة وطبيعتها فقط، بل لوجود مرافق ثقافية وكذلك سياحية حديثة عصرية في هذا الموقع. بكل تأكيد محافظة مسندم قابلة على مشاريع سياحية متعددة، وكلها بكل تأكيد تخدم الاقتصاد المحلي وكذلك النظرة المستدامة لهذه المشاريع. ومكتب محافظ مسندم تحديدا بالتعاون مع جهات متعددة من بينها مثلا وزارة التراث والسياحة وكذلك شركة أوكيو القائمة على هذا المشروع، بكل تأكيد تبذل الكثير من الجهود في إقامة هذه المشاريع النوعية التي بكل تأكيد سيكون لها أثر ودور كبير في المستقبل بل القريب لجعل المحافظة مركزا أو مقصدا سياحيا إقليميا مهما. يعني الآن بهذا المشروع سوف تستعيد
محافظة مسندم دورها الأصيل والتاريخي كونها كانت أيضا محطة للتلغراف وللاتصال مع العالم. الآن أخي عبد الرحمن، محافظة مسندم من خلال هذه الجزيرة ستفتح اتصال مباشر لنقل مع العالم لجذب الاستثمارات وأيضا التعريف والتسويق لمحافظة مسندم التاريخ والسياحة أيضا. بكل تأكيد زميل علي، وجود هذه المشاريع النوعية بكل تأكيد سيخدم قطاع السياحي بشكل عام، فهي صحيح. عبارة عن مشاريع متعددة تصب كلها في نفس النهج، وهو نهج تطوير هذه القطاعات بمحافظة مسندم. وجود كما ذكرت سابقا أنها هي موجودة من الأساس، كانت تعتبر نقطة اتصال تنشر رسالتها للعالم بين الشرق والغرب، فما المانع بأن تكون هذه الجزيرة مركزا لاستقطاب السياح وكذلك الراغبين للتعرف على ثقافة المحافظة وكذلك المكنون الثقافي والطبيعي الجميل المتواجد في هذه المحافظة العريقة تاريخيا والجميلة كذلك طبيعيا. هناك العديد من البرامج والفعاليات للتسويق لمحافظة مسندم. شهدنا في الفترة السابقة القريبة إقامة بطولة رياضية كبرى هناك في محافظة مسندم. أيضا هناك مشاريع تنموية مختلفة على مستوى الطرق، أيضا فيما يتعلق بإنشاء الجامعات، بإنشاء المراكز الصحية وغيرها. فجهود مشكورة من قبل القائمين هناك في مكتب محافظة مسندم وأيضا باقي القطاعات الأخرى بكل تأكيد. كل الشكر لك الزميل العزيز عبد الرحمن الظهوري، كنت معنا من ولاية خصب، كل الشكر لك. كانت هذه ثاني محطاتنا في هذا المساء من برنامجكم من عمان، في القادم محطة أخرى ولكن بعد قليل.